وبسيطة والطعم يجنن. أحلى كنافة بالمانجا ممكن تجربوها. هتقوليليش بقى أي محل ولا أي حلواني، لا هتعمليها في البيت. مكونات بسيطة، تعالوا نشوف المكونات مع بعض. عندي هنا عجينة الكنافة، عندي نص كيلو، هي بالظبط 450 جرام. أنا طلعتها كده من الفريزر فكت شوية، وهقطعها بالسكينة علشان أضربها في الكبة وأحصل على كنافة تكون ناعمة بالشكل اللي هنشوفه مع بعض بعد ما نضربها في الكبة. ضربت كده جزء بجزء من الكنافة لحد ما نوصل للحجم ده من الكنافة كده في طريقة التقطيع. هحط عليها معلقتين كبار من السكر البودر. السكر البودر هنا بيساعدها انه هي تاخد لون ذهبي بسرعة، سواء هتحطيها في الفرن او هتقلبيها زي ما انا هعمل كده في الطاسة على النار. وهحط 3/4 كوباية من السمنة البلدي، بيفرق طبعا ان السمنة تكون بلدي في الحلويات. قلبتهم كويس وخدتهم كده في الطاسة على نار متوسطة، وهفضل اقلب فيها لحد ما احصل على اللون الذهبي الجميل هنشوفه مع بعض. نفضل نقلب فيها كده، ما ينفعش ان احنا نسيبها خالص، هي زي الشعرية بالظبط، ما ينفعش ان احنا نحطها على النار ونتشغل في حاجة تانية. انا فضلت اقلب فيها كده حوالي نص ساعة. تفضل ايدينا فيها على طول كده لحد ما نحصل على اللون الذهبي الجميل للكنافة، لانه طبعا هي مش هتدخل الفرن ولا اي حاجة. خلاص كده هو ده اللون اللي انا محتاجاه. خلاص جاهزة عندي كده، هفضيها في بولة ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا انا هجهز السيرب ليها، كوباية من السكر البودر وكوباية من الحليب البودر، هقلبهم كده مع بعض. اكون مجهزة نص كوباية من عصير المانجا، يكون خفيف، ما نحاولش ان هو يكون تقيل، لانه بس احنا هنستخدمه انه يساعدنا ان احنا نحصل على عصير كده لذيذ قوي، او سيرب سميه زي ما تسميه. المهم الخطوة دي مهمة قوي، لانه هي دي اللي هتدي الكنافة طعم المانجا. يعني ياريت ما نعملش سكيب للمرحلة دي، لانه بجد بتفرق في الطعم جدا. انا حطيت 3 معالق كبار على الكنافة وبدأت اقلب فيها كده. انا مش عايزاها طبعا تبقى معجنة، انا عايزاها بس تاخد الطعم. نتأكد كده ان هي كل قطعة من الكنافة اللي حمرناها أخدت طعم السيرب اللذيذ ده. وهنا أنا استخدمت كوباية من الهيفي كريم، هضربها دقيقة كده. وهنا الخليط اللي عملناه مع بعض، حطيت 3 معالق كبار برضو علشان يدوني الطعم الجميل دوت في الكريمة، ما تبقاش طعمها بلين كده، بيفرق برضو قوي قوي قوي، هيديكم نتيجة تحفة. حطيتها في كيس حلواني علشان هزوق الكاسات الكنافة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. طبعا مجهزة للتزيين قطع من المانجا، 4 مانجات. هنحط الكنافة كده في الكاس ونحاول ان احنا نظبطها كده. انا عملتها بايد الهون بتاعتي الصغيرة. حطي الطبقات بقى، رتبيها بالطريقة اللي انتي تحبيها. انا حطيت الكنافة وشوية من مكعبات المانجا وهنزل بالكريمة. حطيت شوية من الكنافة، بجد طعمها يجنن. حطوها في التلاجة شوية قبل ما تاكلوها، والطعم مش هتشتروها تاني من بره، يعني ولا اسهل من كده
ولا أحلى من كده. وطبعا في الكاسات تكون على قد فرد واحد، وأنا فاض معايا شوية في الآخر حطيتهم في قالب بايركس، وحطيت الكريمة وحطيت المانجا برضو وحطيت الكنافة، وطلع يجنن. زينيها بالشكل اللي انتي تحبيه. وكده عندنا جاهزة. أنا هعمل معاكم كاس كمان برضو بنفس الطريقة، نحاول نساوي كده الكنافة بأي حاجة عندنا، وحطي الطبقات بقى بالطريقة اللي انتي تحبي تشوفي فيها شكل الكاس. ولا بقى حطيت جيلي ولا حاجة، مش محتاجة أي إضافة تاني أبدا. بجد هتحصلوا على الطعم المانجا، الكنافة بالمانجا أحلى من أفخم محل جبتوا منه كنافة بالمانجا قبل كده. ان شاء الله تجربوها، انا متأكدة ان هي هتعجبكم. ولا اسهل ولا اجمل ولا ألذ من كده، يعني بجد يعني متعة في عمايلها وفي اكلها، يعني بجد لذيذ قوي. ان شاء الله تجربوها وهتعجبكم. وكل سنة وانتم طيبين، ان شاء الله يجي عليكم رمضان وانتم بألف صحة وخير وسلامة ان شاء الله بإذن الله. لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. خلاص عندي كده تاني كاس جاهز، وانا كملت بقية الكاسات اللي عندي وحطيتهم في التلاجة شوية واكلناهم. الفيديو بتاعنا خلص، لو عجبكم الفيديو لايك للفيديو، وان شاء الله استنوني في الوصفة الجاية، واتمنى اكون عند حسن ظنكم. ولو عندكم اي تعليق سيبولي في التعليقات، وكل سنة وانتم طيبين.